هكذا تابع المياومون ومن داخل مؤسسة كهرباء لبنان المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الوزيران أكرم شهيب وأرتور نازاريان من وزارة الطاقة الاتفاق السياسي الذي أنهى تعطيل المؤسسة منذ 9 أب الفائت. بمبادرة ومسعى مشكور من وليد بيك جملات، وبمباركة ودعم الرئيسين بري وعون، تم الاتفاق على مشروع حل مبني على احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وما أن انتهى المؤتمر حتى سارع المياومون إلى فتح أبواب المؤسسة وكأن شيئا لم يكن. عيدة 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 عيدة. تعلن اللجنة رفع اعتصامها العمالي والحضاري الصرف وفتح كافة أبواب المؤسسة أمام الإدارة المحترمة والزملاء الموظفين. دقائق قليلة حتى وصل المدير العام كمال حايق برفقة شهيب ونازاريان إلى مبنى المؤسسة، وهناك صفق له المياومون بعدما هجموه لأشهر. وسنستمر كلجنة مؤلفة مني شخصيا ومن مستشار رئيس بري بما يمثل ومن مستشار دولة الرئيس ميشيل عون وما يمثل، بضمان ومتابعة المستجدات الطارئة مما يؤمن استقرار عمل مؤسسة كهرباء لبنان. بتمنى هالأربعة أشهر تكون صفحة وانطوت وما تتكرر بالمستقبل، لأنه معظم جوبات إكراء وعمال غب الطلب رح يصيروا بملاك مؤسسة كهرباء لبنان. الأسس الاعتراضية وفق القوانين والدستور يلي بكفلها الدستور اللبناني تتبع. الأغرب في هذا الاتفاق أنه لم يختلف عما اتفق عليه منذ أشهر، وكل بند فيه مبني على مادة قانونية، إذ علمت الـ LBCI أن مباراة محصورة سيجريها مجلس الخدمة المدنية للمياومين الذين سيدخل منهم إلى ملاك المؤسسة 897 مياوما فقط، على أن يخضع الراسبون لمندرجات القانون 287 الذي أقره مجلس النواب في نيسان عام 2014.